أول إذا هل رمضان تعرف رمضان من الريحة، من ريحة الطباخ. هذا البيت فيه صالونة، وهذا البيت فيه يدقون الهاون، وهذا البيت يسوون الهريسة من الريحة. بس التكنولوجيا الحين قطت على هذه كلها، يعني بدل أنا ما أسوي هريسة كل يوم بسويها حق 4 أيام وأحطها في الفريزر، بدال ما أسوي الحين أدق الهيل الحين في المكاين وفي هالسوالف هذه، خلت حتى هذه الريحة اللي كنا نشمها مال رمضان هذه كلها راحت. وين أول في شيء اسمه المسحريين، إحنا كنا ننطر المسحر بس علشان نسمعه واليهال يروحون وراه، الحين لا، المسحرية في سيارة. يعني وين هذا المسحرية في سيارة ما تشوفها ليلة العيد علشان تعطي المقسوم، وما يبي يعيش مثل أول، لا، عطى نقدي. تشوف الفرق الأول شلون. يعني أول في شيء اسمه الوداع اللي إحنا ننطره، الحين لا، ما في حتى الوداع، يحطون في السيايير ويمشون في السيايير. وين أول؟ يعني بصراحة وايد فرق. ويمكن هذا الشيء أو اللي افتقدناه حببنا في هذا الدار، لأن هذا الدار ما زالت لحين وقت رمضان تحسسنا. مثلا وقت القرقعون نشوفه هني، الشيء اللي فقدناه هناك، الذكرى اللي احنا حاطينها عندنا ذكرى. يعني الحمد لله، الله يجزيهم خير، ان احيوا هذا الشيء هني، نشوف الوداع هني، ونشوف القرقعون، ونشوف هذه الاشياء. حتى عروسنا مال اول، يعني بنخلي القرقعون، حتى عروسنا مال اول وتراثنا مال اول نشوفه هني في الدار. سجلنا مو بلولي، بس يحين يعني يذكرنا، ويا ليت هذا الشيء، يا ليت نقدر او في مجال ان نجيب عيالنا عشان يشوفون شنو زماننا الجميل اللي راح. يعني ما في مجال ذاك الوحده بتجيب عيالها، بس كفايه انهم ينسوننا احنا، بس كفايه انهم ينسوننا احنا بالذكرى حلوه احنا فقدناها.